أجرى الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة وفد مرافق له ضم عددا من أعضاء مجلس إدارتها وبعض رؤساء أقسامها زيارة رسمية للعتبة الكاظمية المقدسة، والتقوا بالدكتور حيدر الشمري وبارك له تسنمه رأس ديوان الوقف الشيعي. تشرفنا بزيارة وفد من الأمان العام للعتبة العباسية المقدسة يرأسه السيد الأمين العام للعتبة المقدسة وأعضاء مجلس إدارة والوفد المرافق له من مسؤولين في مختلف مرافق العتبة المقدسة، وتم مناقشة عدد من المحاور التي تتعلق في الخدمات المقدمة من العتبات المقدسة وعلاقتها بديوان الوقف الشيعي والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل دعم هذه العتبات المقدسة وخدماتها المقدمة للزائرين. حقيقة الغاية من هذه الزيارة هو التبرك بزيارة الإمامين سلام الله عليه، وكذلك لتقديم التبريكات والتهاني لجناب الدكتور حيدر الشمري بمناسبة تنصيبه رئيسا لديوان الوقف الشيعي، متمنين له التوفيق في عمله الجديد. زيارة أجري خلالها التباحث حول الأطر المستقبلية للعتبات المقدسة ومناقشة المشاريع الرامية لخدمة المجتمع التي تتبناها العتبة العباسية المطهرة، إلى جانب الدعم اللي تقدمه للطواقم الصحية والإجراءات الوقائية اللي اتخذتها لاحتواء جائحة كورونا. انصب الحديث حول استعدادات العتبة العباسية المقدسة في ظل هذه الأزمة وهذه الجائحة لاستقبال شهر المحرم وما فيه من زيارات مباركة. بحسب ما قاله رئيس الديوان عن الأعمال التي تقدمها العتبة العباسية المقدسة لخدمة الصالح العام، فهي تستحق الشكر والثناء وصارت نموذجا يحتذى به على الصعيد الوطني كونها حققت الاكتفاء الذاتي من خلال مشاريعها المهمة.